السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكون أحوالكم كل على خير ومازال مستمرة معكم في أطباق عيد الأضحى إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طنجية المراكشية على حقها وطريقة بجميع التفاصيل باش تنجح لكم، وأهم حاجة أنكم غادي تطيبوها غير في الدار بواحد الحيلة رائعة ما عمركم غادي تستغنوا عليها. ويلا نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو اول حاجه قطع ديال اللحم، الافضل انهم يكونوا قطع ليهم كبار ويكون فيهم شويه ديال الشحمه وشويه ديال العظم. طبعا الانيه ديال الطنجيه اولا القلوشه راها كتباع وموجوده. خديت هنايا الحجم المتوسط اللي كيهز تقريبا كيلو ونص ديال اللحم، اولا ممكن نديرو فيها حتى 2 كيلو. كنوضعوا الطريفات ديال اللحم اللي من الافضل يكونوا من الملج، سواء بقري اولا غنمي اللي كتفضلوا، وكتحاولوا انكم توضعوا العظومه من الاسفل باش هكذا كيهزوا الطياب وما كيخليوهاش يعني تحرق. بالنسبه للطريفات راه ممكن تستعملوا اي بلاصه، غير يفضل انكم تستعملوا الملج. خديت هنايا تقريبا واحد الكركوبه ديال الثومه اللي فصصتها وغسلتهم، وغادي نخليهم بالقشره ديالهم. غادي نضيف حبه ديال الحامض يكون مصير، ولا كان هذا المصير هذا ديال اللي كيكون معسل كيكون بلامه، هذا راه معروف هنا في مراكش، سبق لي شاركته معكم، راه الطريقه كاينه في فيديو في القناه. كنضيف حبه ديال المصير. كنحتاجوا الكامون البلدي، بالضروره يكون بلدي، الا ما كانش طبعا راه ممكن ديروا العادي، ولكن الا كان عندكم الامكانيه ديروا البلدي من الافضل. ما كنطحنوش، غير كناخذوه بحال هكا ونحكوه بين يدينا حتى كنحسوا بانه يعني بدا كيطلق ديك الريحه ديالو وكنوضعوه. بالنسبه للكميه خديت انا هنايا 2 معالق كبار ديال الكمون البلدي اللي حكيته بين يديا مزيان. كنحتاجوا زيت الزيتون، كاس عامر ديال زيت الزيتون غادي نخويه من الفوق، وغادي نحتاجو الزعفران الشعرة طبعا ضروري منه، كيعطي مذاق اللي هو زوين ومن اساسيات ديال الطنجيه. رقدتو في الماء حتى طلق اللون ديالو، وغادي نخويه من الفوق. هذا هو الكاس ديال الماء فقط اللي كنستعملو، ما كنضيفوش الماء للطنجيه نهائيا. وطبعا ضروري من السمن، السمن البلدي ماشي داك الحار، غير السمن ديال الطياب. هذا السمن طبعا حتى هو حضرته معكم في القناه، كاين فيديو ديالو، اللي بغاه يخلي ليا في صندوق في اول تعليق عفوا غادي نخليه لكم. غادي نضيفو ملعقه كبيره مملوءه جيدا. صافي، هادو هما المكونات كيف ما لاحظتم. ما ضفتش الملح لانه عندي بعض المكونات اللي هي مالحه بحال الحامض والسمن، فما كنضيفوش الملحه، كيجي المذاق هو هذا. كنحاول ندير ليها واحد التخليطه خفيفه، ومن بعد غادي نغطي ليها الفم ديالها بالورق ديال الفرن، يكون نوعيه جيده ما كيحترقش. طويته على 2، وطبعا غادي نسدوها بشي خيط اللي يكون يعني خيط اللي هو قاصح. نحاول اننا نزيروها مزيان مزيان ونلفوا ليها الجوانب ديالها باش هكذا ما يتحرقوش مع الحراره. نلفوهم مزيان ما نخليوهمش يعني خارجين. وغادي نشارك معكم طريقة ديال الطياب ديالها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الفرارن اللي كيطيبوا طنجيه في المدينه ديالهم، يعني الفرنات. شي حنا في مراكش راهم موجودين راكم عارفين. غير غادي نشارك معكم هاد الطريقه للناس اللي ما عندهمش الامكانيه. كيف ما شفتوا درت فيها واحد الثقب في الاعلى باش هكذا تتنفس، وكنديروا ليها واحد التحريكه خفيفه مره اخرى. بالنسبه للطياب غادي نستعمل انايا هذه البرمه، عندي قديمه ما بقيتش كنستعملها، ما صدقاش زوينه كتحرق، فخليتها غير لهذا الاستعمال هذا. من بعد ما وضعت الفخر وشعلته في المجمر حتى وصل لهذه المرحله هذه، يعني حتى داك الفخر كله ولا اللون ديالو ابيض كيف ما شفتوا، غادي نحاول انني نهز غير الرماد. راه غتكونوا عارفين هذا الاسم هذا، بان طنجيه راه كيسميوها في مراكش بنت الرماد، لانها كطيب غير في الرماد، ما كطيبش هي فوق العافيه مجهده باش ما كتحرقش، كطيب على المهل. صافي، هنا درت قطع ديال الفخر ودرت شويه ديال الرماد في الاسفل. غادي نوزعو مزيان في القاع، وغادي نوضع الطنجيه في الوسط، وغادي نضيف عليها في الجوانب. غادي نحاول انني نعمر عليها بالرماد، الطريقه راها واضحه سهله. غادي نعمرو عليها بالرماد من الجوانب باش هكذا ما كتحرقش نهائيا، كطيب على عافيه مهيله. بالنسبه شحال كتاخد ديال الوقت؟ ما بين ساعتين حتى 3 ديال السوايع العافيه كيف ما شفتوا، راها عافيه اللي هي مهيله جدا جدا. غادي تطيب غير في هذاك الرماد، مره غادي ندوز نحركها باش هكذا ما تتحرقش. ومن بعد ما طيب هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي لذيذه لذيذه ما نعاودش ليكم. كيجيو دوك العظيمات كما كنقولوا محيدين منهم اللحم، يعني كيتفسخ عليهم اللحم. شوفوا ما شاء الله،
ما كتكونش فيها لاصوص بزاف، فقط ديك الزويته اللي ضفناه في الاول هي اللي كتبقى. وشوفوا لي ما شاء الله اللحم كيفاش جا طايب، زبده ما كتلصق ما حتى شي حاجه، فقط الا تبعتوا النصائح وكذلك الملاحظات اللي عطيتكم، يعني خاصه طيب غير في الرماد، كثروا ليها الرماد. وشوفوا ما شاء الله على هذه اللوحه الفنيه، اللي ما داقش طنجيه ضروري خصو يجربها. وشكرا لكم على المتابعه، خليتكم على خير، بالصحه والراحه.